الحضور ديالي بمقهى سيتي بالاس ريستورون سيتي بالاس، فكان واحد الجمهور غفير داخل المقهى وخارج المقهى، وكان حضور يعني متميز، وكذلك بوجود شاشات كبيره في الحجم الكبير اللي عطات واحد الجوده وواحد الرونق، وكانت واحد الفراجه متميزه بسيتي بالاس اللي يعني حضرنا لها واستفدنا فيها. وانا يعني كنبغي الكره ولكن كنتفرق خصيصا في الفريق الوطني دائما، وكنبغي المونديال وكنبغي الفريق الوطني يعني يجيد يكمل، وكنتمنوا لي التوفيق ان شاء الله، ودائما نبقاو حاضرين في مقهى ديال سيتي بالاس باش نكونوا دائما متبعين هذا الماتش ان شاء الله بالرباح ان شاء الله حتى النهايه. كنتمنوا التوفيق لجميع المغاربه والفريق الوطني المغربي. الماتش سي امبيكابل فريمون، يعني رجعوا لنا الروح، القديمه ديال 86 رجعوها لنا الابطال ديالنا كلهم تبارك الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله، فرحوا الشعب المغربي كامل فرحوا. تفرجنا ماتش كان زوين بزاف بزاف بزاف، حنا كنا متحمسين وكنا متاكدين من الرباح، والحمد لله ما خيبناش ربي. الماتش كان بزاف في الحماس بزاف. تفرجت سيتي بلاص والحمد لله هاد الكافي هما ليها، الله يعمر لهم الدار الحاج، الله يخليه لينا وديما مغرب، ورحنا فرحانين مع المنتخب الوطني ديالنا، وعاش سيدنا، عاش الملك، عاش الملك، وهاد الفرحه كنهديوها لسيدنا الله يطول له العمر ديالو ويخليه لينا ان شاء الله، وديما ديما ان شاء الله المنتخب المغربي في القمه ان شاء الله يا رحمن يا رحيم. يا الله الحمد لله، ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله.